ما حكم من أنكر حد الرجم؟ فهل يكون من باب من أنكر شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة؟ إن كان يعلم الحكم وأنكره من باب العناد فهو يكفر، يرتد عن الإسلام. أما إن أنكره جاهلاً أو معتمداً على شبهة يبين له غلطه، فإن تاب بعد البيان وإلا يحكم عليه بالردة. نعم.